تنثر النعمة على صباحات. شابات عراقيات من محافظات مختلفة يكتبن في حقلي الشعر والقصة، اجتمعنا في البصرة ضمن مسابقة نظمها معهد غوتا الألماني كمبادرة لتشجيع النساء على التعبير عن أنفسهن والكتابة الأدبية والتأليف بغية تنمية مواهبهن وصقلها. صارت ملامحه بعيدة عنها، تشكل بأشكال عدة، تشظى مراراً أمام خطواتها، الطفلة والبهجة ترقصان بينهما في عينيها، لملم أذرعه هذا الألم. عيناك المصلوبتان في زوايا الألم ستلتهم الخوف وتشرب القلق بكأس الانتظار، ولن تترك منك سوى تساؤلات بلا أجوبة. وخضعن المتسابقات اللاتي لا تتعدى أعمارهن 25 عاما إلى ورشة لتطوير قدراتهن على فن كتابة القصة القصيرة والرواية والقصيدة إلى جانب تبادل الخبرة فيما بينهن. مزقوا قلبي. وقد أشرف على تدريبهن الشاعر طالب عبد العزيز والروائية عالية طالب. فرحانة بنتاجات شابات في عمر لا أقول أنه غير متدرب، لكنه غير مكتمل الأدوات، كل ما هو بحاجة إليه دعماً وتطويراً وإرشاداً، وسيجد المستقبل الثقافي العراقي كاتبات مهمات. بصيص ألم. ولم تغادر نصوص الأديبات الشابات واقع بلدهن المأزوم، فضلاً عن الترقب والخشية من الغد وإرهاصات الحياة. وتبدو هذه المبادرة الداعمة لحرية المرأة في التعبير قد حققت غاياتها من خلال تطوير مهاراتهن في كتابة النصوص الأدبية. قبل لا أدخل الورشة كنت أكتب كتابات عشوائية، يعني فشاركت بأول قصة، كانت أول بداية كتاباتي، وطبعاً يوم راح أقدم الكتابة الثانية إلي، يعني ثاني قصة. يعني أنا دخلت كاتبة قصيدة نثر، بس أنا مو متأكدة إنه هاي فعلاً قصيدة نثر أو يحتاج لها بعض الأدوات، بعض المقومات على مود يكتمل نسيجها أو يكتمل جسدها الأدبي. ولمعهد غوتا الألماني مع قصر الثقافة والفنون برنامج طموح عمره تخطى 4 سنوات يحمل اسم الكتابة من أجل الحياة، وهذه تفاصيله. حقيقة هو البرنامج هو تلاقع ثقافي بين الشعوب الأوروبية وبالأخص الألمان والفرنسيين، تلاقع ثقافي بين الشابات العراقيات والشابات الألمانيات. كما أن النصوص الفائزة في هذه المسابقة ستطبع في كتاب وتترجم لأكثر من نسخة بهدف المساهمة في نشر تجربة الأدب النسوي العراقي على مساحة أوسع من المحلية. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.